أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكرز تاريخ 25/2/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الين. للناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا اليوم أرقام خلال الفترة الأوروبية، أما خلال الفترة الأمريكية فسيكون هنالك أخبار ثقة المستهلك، والمتوقع أن تصدر عن 132.6 مقابل 131.6 في الرقم السابق. وسيصدر أيضا مؤشر ريتشموند الصناعي، حيث من المتوقع أن يصدر عند 10 مقابل 20 في الرقم السابق. أما من الناحية التقنية، نلاحظ التداولات الإيجابية على الجنيه الاسترليني مقابل الين ووصوله إلى مستويات 143.53، كسر مستوى 143.70، يعزز أيضا النظرة الإيجابية للوصول الأسعار إلى مستويات 144.15. في حال كسر مستوى 144.30 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 144.75. لا تتغير النظرة الإيجابية إلى نظرة سلبية إلا في حال كسر مستوى 142.90، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 142.45، وفي حال كسر مستوى 142.29 فإن ذلك أيضا يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 141.83. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.